السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 9 أغسطس 2023. وبداية من مؤشر الدولار الأمريكي، يترقب المتداولون بيانات هامة جدا يوم الخميس، وهي بيانات التضخم والمقرر صدورها في الساعة 12:30 مساء توقيت جرينتش. ولأول مرة في عدة شهور تتوقع الأسواق أن تتسارع وتيرة التضخم السنوية إلى 3.3 نقطة مئوية مقابل القراءة السابقة عند 3%. طبعا في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فذلك سوف يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي وهبوط الذهب، لأن هذه البيانات ستعني أن الفيدرال الأمريكي سيفكر مرة أخرى في رفع الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي قد يحصل الدولار الأمريكي على زخم صعودي. ولكن الاستمرار الاتجاه الصاعد سيكون مرهون باختراق مستويات 103. إذا لم يستطيع الدولار الأمريكي اختراق تلك المستويات سيعود للتراجع مرة أخرى. أما في حال جاءت البيانات دون المتوقع، فنتوقع أن نشهد هبوط وضغوط بيعية على الدولار الأمريكي وارتفاع في أسعار الذهب. وانتقالا إلى تداولات اليورو دولار، تظل النظرة الحيادية قائمة ما لم يتم كسر مستويات 900 على المدى القصير، والشراء سيكون بارتفاع اليورو دولار على مستويات 1.1050، وتلك الفرصة ستكون على المدى المتوسط باستهداف مستويات 1.1265. وبالنسبة لتداولات السنين دولار، نلاحظ استقرار التداولات أعلى خط اتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي مع ظهور شمعة انعكاسية تدعم فرص الشراء، وتظل تلك النظرة الشرائية قائمة ما لم يتم كسر مستويات 26.20، وقد يتم استهداف مستويات 1.2950 بشرط أن تستمر التداولات على خط الاتجاه الصاعد. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، برغم من وصول الزوج إلى مستوى المقاومة قرابة المستويات 143.50، إلا أن زخم الشراء قوي جدا وقد يسمح للزوج لمواصلة الارتفاع إلى مستويات 144.80، ويفضل بيع الدولار ين في حال كسر مستويات 141.50. وانتقالا إلى أسعار الذهب ونموذج مميز جدا على الإطار الزمني الـ4 ساعات، نموذج الوتد الهابط، ننتظر كسر الحد العلوي للنموذج، وقد يتم هذا الكسر مع صدور بيانات التضخم أو بعد صدور بيانات التضخم. كسر هذا النموذج صعودا واختراق الحد العلوي سيدفع الذهب إلى مستويات 1970 مرة أخرى، ومستويات الدعم للذهب على المدى القصير هي مستويات 1920 ومستويات 1910. استقرار الذهب أعلى تلك المستويات يدعم النظرة الحيادية على المدى المتوسط. وأخيرا بالنسبة لأسعار النفط، وبعد ظهور شمع انعكاسية قوية على إطار الزمن 4 ساعات عند خط الاتجاه الصاعد، نلاحظ ارتفاع أسعار النفط من مستويات 80.50 دولار للبرميل إلى مستويات الحالية 82.50 دولار للبرميل، ولكن نلاحظ على الإطار الزمني 4 ساعات أن النفط يقترب ويواجه مقاومة في الوقت الحالي كما هو موضح للرسم البياني. لا يفضل البيع إلا في حال ظهور شموع انعكاسية بيعية داخل هذا النطاق، ويفضل تعزيز البيع أيضا في حال كسر خط الاتجاه الصاعد. دون ذلك من المتوقع أن نشهد استمرار لارتفاع أسعار النفط على المدى القصير إلى مستويات 84 دولار للبرميل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.